يقينا الجمهور كمان ليه حسابات. يعني انا بقعد احسب كده واعد، امبارح قبل الماتش طبعا، قبل الماتش حاجه والقصه بعد الماتش حاجه تانية، لكن خلينا نقول قبل الماتش. قبل الماتش انا شايف انه مشوار الاهلي في دوري الابطال ليه 4 ماتشات، فحساباتي كانت هنكسب القطن ان شاء الله رايح جاي، وهنكسب الهلال بالتاكيد ان شاء الله على ارضنا، وهنحاول نكسب او على الاقل نتعادل مع سان داونز، وفي انتظار بقيه ماتشات المجموعه يحصل فيها ايه. لكن بعد امبارح الحسابات اختلفت، لانه انا ابتديت اقلق حتى من ماتش القطن اللي جاي، وعارف ان كل بطوله ليها يعني استعداداتها وليها تحضيرها، لكن اجمالا نتائج، خليني اسميه فبراير المر، نتائج الاهلي في فبراير على الرغم انها كانت بدايه ولا اروع، لكن خليني اقول انه النتائج اجمالا في فبراير ما كانتش احسن حاجه، وما بتعكسش على اقل تقدير توقعاتنا او اللي احنا مستنينه من الاهلي في ال3 بطولات، دوري وكاس عالم ودوري ابطال، لانه في الـ3 الحقيقه ما تقدرش تقول ان فيه نجاح مميز، حتى رغم البدايه الكويسه والجيده في كاس العالم امام سياتل واوكلاند، لكن كان في تراجع. هو الريال بس كان ممكن، يعني اللي احنا عملناه في الملعب كان بيقول كان ممكن، فلامينجو بس كان ممكن وممكن وممكن، وحتى لما رحنا لدوري الابطال سواء قدام سان داونز هنا على ملعبنا او الهلال بره ملعبنا، ما قدمش الاهلي المردود اللي يخليك تقول ايه انا مطمن لمشوار الاهلي في دوري الابطال. وصولا بقى لماتشات الدوري اللي لعبنا فيها اسوان والداخليه، اسوان قدمنا مباراه جيده، لكن الداخليه مباراه ما اعتقدش انه في حد راضي عنها، لا جهاز فني ولا لعيبه ولا جمهور وبالتاكيد الاداره كمان. خلينا نتكلم عن ماتش الاهلي، نقرا الاهلي كده في فبراير ونشوف، نحاول نشوف احنا رايحين فين، وخصوصا ان احنا عندنا مواجهه مهمه جدا جدا جدا، قلت عليها مواجهه حياه او موت، اكون او لا اكون يوم السبت اللي جاي. بيشرفنا وينورنا المتالقين دائما الحقيقه، واللي بعتز جدا جدا بوجودهم معايا، فاروق عصام وبلال محسن ضيوفي النهارده في السادسه. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم فاروق بلال، منورين الدنيا. اهلا طبعا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، وطبعا مبسوط ان انا مع حضرتك ومع فاروق النهارده، وان شاء الله نتكلم زي ما حضرتك قلت كده عن كل حاجه النهارده ان شاء الله. فاروق اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا احمد، مبسوط دايما اني موجود معاك وموجود مع بلال، ومبسوط دايما اني موجود على شاشه قناه الاهلي. اهلا وسهلا بيكم فاروق. خليني ابتدي من عندك، هل بتشوف انه نتيجه المجهود المكثف والتركيز المكثف والاستعداد المكثف لبطوله كاس العالم للأندية، والبداية ب4 ماتشات هي بالنسبة لنا تقدر تقيس ان هم 4 مباريات نهائية مع ابطال قارات، هو ده اللي كان سبب رئيسي في تراجع المستوى وتباين المستوى بعد كده في ماتشات دوري الابطال هلال ثم سان داونز والدوري اسوان ثم داخلية، ولا القصة ليها حسابات تانية من وجهة نظرك؟ هو سبب بس مش رئيسي. خلينا نقول ان هو واحد من الاسباب. طبعا انت لعبت 4 مباريات في منتهى القوه في وقت ضيق، وبعد كده جيت ما ريحتش وبدات على طول ببطوله، حتى مش الدوري، دوري ابطال افريقيا، واحنا عارفين دايما مباريات دوري ابطال افريقيا مباريات صعبه ازاي. لكن احنا بنقول برضو ان في اسباب تانية لازم نتكلم عليها، في ضعف واضح وفروقات ما بين اللعيبه، مستوى بعض اللعيبه، اللعيبه في موجود مستويات، اعتقد اللعيبه اللي ظهرت في كاس العالم للانديه كان مستواها جيد، بعد كده لما في لعيبه تانية بتاخد فرص بنلاقي في تفاوت كبير ما بين مستوى لاعب اساسي ولاعب احتياطي. بنتكلم على لعيبه شاركت ضد الداخليه في المباراه الاخيره ما كانتش موجوده في بطوله او ما لعبتش في بطوله كاس العالم للانديه، ورغم كده المستوى فيه هبوط واضح جدا. جماهير النادي الاهلي ليها حق طبعا تكون زعلانه، جماهير النادي الاهلي امتى بتزعل من لعيبه النادي الاهلي؟ لو في داي اوف او في غير او ما فيش توفيق، ده بيبقى واضح في المباريات، وجماهير النادي الاهلي مرت بمباريات كتيره بالشكل ده وما كانش فيه زعل من اللعيبه، لكن لما يكون فيه هبوط واضح في المستوى، لما يكون في رعونه في الشوط الثاني بشكل واضح قدام الداخليه، فرقه بتلعب قصادك 10 لعيبه واتطرد منها واحد وانت خلاص فاضل 10 دقائق ومتقدم بهدف، ازاي بتفقد الكوره بكل سهوله؟ لازم يكون في واضح كده شخصيه مدرب مع اللعيبه، ما ينفعش ابقى رايح بهجمه مرتده 4 لعيبه على وسط ملعب تقريبا خالي تماما من لعيبه الداخليه وافقد الكوره لمجرد تمرير خاطئ، ما ينفعش في اخر 10 دقائق في مباراه في الدوري قدام خصم، اعتقد ان الخصم حتى هو سلم اوراقه خلاص لان هو اطرد منه لعيب والنادي الاهلي بيلعب ومتقدم في النتيجه، لكن الاهلي اهدى الداخليه الهدف، وحتى الداخليه بعد كده بعد تسجيل الهدف اعتقد نادي الداخليه كان ممكن يسجل اكتر من هدف، لان هو خلاص طمع في المباراه وشاف وحس بالتكاسل اللي كان موجود من بعض لعيبه النادي الاهلي، وهي حاجه يعني ظاهره ما بتتكررش كتير للنادي الاهلي لكن كانت واضحه في المباراه الاخيره. لكن يعني برضو الناس بتسال، حتى سيبك من ازاي المباراه يعني خلصت او يعني
العشر دقايق المفاجأة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي في النهائي، لكن حتى البدايات يا بلال ما كانتش على أحسن مستوى، الأهلي تقريبا ما ظهرش. أنا يعني إذا سمحتوا لي أعيد الكلام اللي أنا قلته في بداية الحلقة، أنا بستنى ماتش النادي، يعني يوم اللي بصحى فيه الصبح عارف إن في ماتش النادي الأهلي، بالنسبة لي يوم ده مختلف عن بقية الأيام، ومستني 90 دقيقة مبهجة، 90 دقيقة ممتعة، 90 دقيقة أشبع فيهم كورة، مش قصة مكسب بس ومش قصة 3 بونت بس، قصة كورة. الأهلي لعب 45 دقيقة في الشوط الأول وكأنه مش الأهلي، وكأنه فريق تاني غير اللي احنا كنا بنشوفه ونتابعه. ده أسبابه إيه؟ وهل قصة التدوير أو غياب بعض العناصر ممكن يكون سبب في الشكل اللي ظهر به النادي الأهلي من وجهة نظرك؟ يعني خلينا نقول في البداية إن احنا طبعًا محملين بمئات الرسائل من جمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي ليه عتاب كبير جدًا 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 على لاعبي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، زي ما حضرتك قلت كده فبراير المر. شهر فبراير كان بالنسبة لنا كنا منتظرين منه حاجات أحسن من كده بكتير، وإذا كانت تطلعات الجمهور لميداليا في بطولة كأس العالم للأندية هي تطلعات، لو اللاعبين شايفين إن دي حاجة مبالغ فيها إن الجمهور يحلم بميداليا، لا، إحنا حققنا ميداليتين في بطولتين متتاليتين وكان دي هتبقى البرونزية التالتة، ولكن خلينا نتفق إن تطلعاتنا لميداليا في بطولة كأس العالم ممكن يكون مش وقتها، مش حالة الفريق دلوقتي ما تسمحش إن إحنا نفوز بميداليا، ولكن لما نيجي على أرض الواقع إحنا ملوك أفريقيا، إحنا أكتر فريق في قارة أفريقيا خد بطولة دوري أبطال أفريقيا، فما ينفعش تكون البداية أمام الهلال السوداني بالشكل دوت، تجاوزنا مباراة الهلال وقلنا إن دي ضريبة المشاركة في كأس العالم للأندية، ما ينفعش يكون بعدها في تعادل مع صن داونز على أرضي، وأنا عارف إن ده المنافس المباشر ليا على الصعود مع طبعًا الهلال بعد ما إحنا دخلنا الهلال في اللعبة. فجمهور النادي الاهلي حزين، جمهور النادي الاهلي حزين وليه حق طبعا ان هو يزعل. جمهور النادي الاهلي هو اكبر سبورت، احنا عايزين نفرق بين، يعني احنا مش مفيش اختلاف بين كل العناصر المنظومه، احنا كلنا منظومه واحده، الجمهور واللاعبين والاداره والمسؤولين والاعلاميين كل والقناه كل حاجه، احنا كلنا في ظهر حاجه واحده بس هو كيان النادي الاهلي، فمفيش تفريق بين دوت وبين دوت، كلنا عايزين مصلحه النادي. فالجمهور دلوقتي الجمهور عامه هو اكتر سبورت للعيبه، الجمهور بيزعل شويه من اللاعبين، ولكن بمجرد ان اللاعب بيستعيد مستواه وبيتالق الجمهور بيرجع مره ثانيه يهتف باسمه ويرجع تاني يرفعه للسما مره تانية. مزبوط. فمفيش مشكله في الحته ديت، ولكن احنا عايزين يعني نحط كل واحد قدام مسؤوليته. لاعبي النادي الاهلي هم بيلعبوا في افضل نادي في الشرق الاوسط، في اكبر نادي في قاره افريقيا، لازم يكونوا على مستوى وعلى تطلعات النادي دوت. النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي ما يقبلش اذا كان قبل في الموسمين اللي فاتوا ان هو يفرط في لقب الدوري، كان كل بطوله فيهم ليها ظروفها، ولكن مش هيقبل النادي ولا جمهور النادي ان هما ان الدرع الدوري يضيع للموسم الثالث لاول مره في التاريخ. فلازم اللاعبين يبقى عندهم الوعي الكافي ان التحديات الموسم ده تحديات كبيره جدا، واحنا اتكلمنا يمكن في بدايه الموسم عن حاجتين مهمين جدا كان لازم نعملهم، رقم واحد تجديد الدوافع، رقم اتنين تجديد الدماء. يعني يمكن تجديد الدماء بدأ دلوقتي يظهر بصورة، يعني في سواء في امبارح في مشاركة القندوسي ومروان عطية من مباراتين وخالد عبد الفتاح، هو ده تجديد الدماء المطلوب، لازم يحصل تجديد دماء للفريق. تجديد الدوافع ان احنا مهما حققت من بطولات، مهما حققت من انتصارات، ولكن انت بتلعب في نادي كبير، نادي مطالب في كل مباراه حتى لو مباراه وديه بتحقيق الانتصار، فانت لازم تكون على قدر وتطلعات النادي اللي انت بتلعب ليه، ولازم تبقى زي ما حضرتك قلت كده المزاج العام او النادي الاهلي بيتحكم في المزاج العام. النهارده الناس كلها بتبقى صاحيه رايحه شغلها الصبح مبسوطه والنادي الاهلي كسبان، الناس بتبقى بايته مبسوطه والنادي الاهلي كسبان، بيبقى في حاله نشوه. انت حضرتك قلت دلوقتي انا بنتظر ال 90 دقيقه مستني هفرح، مستني مين هيجيب جون احلى من هدف احلى من اللاعب، يعني ده بيسجل هدف اللاعب الثاني بيرد عليه وبيجيب هدف احلى منه، كارنفالات النادي الاهلي كان معودنا عليها. فاحنا نتمنى نرجع للحاله دي، ولسه كل حاجه في ايدينا، احنا في بطوله الدوري متصدرين، في بطوله افريقيا لسه عندنا امل، في بطوله كاس مصر احنا واصلين للنهائي، فاحنا كل حاجه لسه في ايدينا، بس نرجع تاني للحاله اللي احنا متعودين عليها. طيب خليني اسال سؤال تاني، في الثمان ماتشات اللي لعبناهم في فبراير تقريبا ما فيش مباراه فيها تشكيل ثابت، يعني كل مباراه من الثمانيه اللي احنا لعبناهم هتلاقي فيها تغييرات في التشكيل ما بين دوري الابطال والدوري المصري وحتى ماتشات كاس العالم باستثناء يمكن اول مباراتين. هل ده ممكن يكون واحد من الاسباب فكره انه في اسماء جديده دخلت في الميركاتو الشتوي كان ليها دور؟ يعني قندوسي دخل في الاخر، مروان وخالد كان ليهم دور من بدري شويه، غيابات بسبب الاصابات، غيابات بسبب يعني رؤيه فنيه لمستر كولر، كل الاسباب دي مجتمعه ادت لانه فريق الاهلي ما ظهرش بشكل، مش تدوير، انا ما بتكلمش على تدوير، انا بتكلم على عدم ثبات التشكيل. عدم ثبات التشكيل، في فرق بين الاثنين كبير جدا. هل ده ممكن يكون سبب يا فاروق؟ ضد اسوان كان النادي الاهلي مغير تقريبا 6 لعيبه عن اخر مباراه قبل اسوان، ورغم كده الاهلي قدم شوط اول مثالي، خرج بعديها المحللين والنقاد وكل
الموجودين اشادوا بمستر كولر واشادوا بالتدوير اللي حصل او الروتيشن اللي حصل في اللعيبه، وقالوا انه لا الانسجام موجود رغم تغيير العناصر. فواضح ان في لا خطه لعب واللعيبه كلها هي منظومه واللعيبه كلها بتشارك فيها، ورغم كده لما اتغيرت التشكيله تاني ظهرت العيوب وظهرت المشاكل. خلينا نتكلم ان برضو نوعيه اللعيبه بتختلف ونوعيه اللعيبه بتفرق في يعني السنتين الثلاثه اخر سنتين ثلاثه كده. لو رجعنا شويه في نوعين من اللعيبه ظهروا في النادي الاهلي، طبعا يعني الاسماء كتير فاحنا خلينا نتكلم على نوعين من اللعيبه. اول نوع هو عنده الكواليتي وعنده الامكانيات لكنه عنده عدم استمراريه في المستوى، ممكن مباراه يكون على القمه ونجم المباراه ويظهر ضد ريال مدريد وبايرن ميونخ بمستوى خيالي، وبعد كده في الدوري في المباريات البسيطه بتلاقي تركيز غايب وعدم تركيز وغياب عن المستوى تمام. النوع الثاني وهو النوع انا بسميه نوع الجرين تاور الرجوله، اللعيبه اللي معتمده اعتماد كلي على رجولتها وعلى لياقتها البدنيه وعلى اللياقه، وانا بتحرك في كل حته وباخد الكره، لكن اساس كره القدم ايه؟ فين؟ الكواليتي فين؟ مش موجود. وفي لعيبه في النادي الاهلي للاسف عندها الموضوع ده، بتهتم باللياقه البدنيه، الفيست موجود وبجري وعندي لياقه بدنيه، لكن تلاقي في الاستلام والتسلم في مشاكل كبيره، بيستلم الكره بتطول منه بتتقطع، وفي الدفاع مثلا في التمركز في اخطاء يعني اخطاء اساسيه. فالرجوله والجرينتا ده مهم وموجود، لكن لاعب النادي الاهلي لازم يبقى عنده الاثنين. فهنا مشكله موجوده في نوعيه اللاعب اللي عنده الكواليتي وما عندهوش الرجوله وما عندهوش الاصرار على المكسب او الحفاظ على مستواه، والنوع اللاعب الثاني اللي هو عنده رجوله لكن ما عندهوش الامكانيات، هو يعني مستواه على قده لا يليق بمستوى النادي الاهلي. لان دايما لو لاعب مثلا في اي فريق ثاني وضيع كوره او استلم كوره بشكل خاطئ ما حدش هياخد باله والجماهير مش هتعلق، لكن في النادي الاهلي لو لاعب استلم كوره بشكل خاطئ او كوره طولت منه او اتقطعت منه هتلاقي جماهير النادي الاهلي كلها خلاص بتزوم طبعا، وعرفت الامكانيات. فالسنتين اللي فاتت دولت اظهروا اعتقد يعني للجنه التخطيط والمسؤولين في النادي الاهلي مين اللاعب اللي تقدر تعتمد عليه ويكمل ويبقى موجود في النادي الاهلي، ومين اللاعب اللي انت خلاص يعني ممكن تقول له شكرا على الفتره اللي انت قدمتها في النادي الاهلي وتفكر في البديل. بص فاروق، انا كلامك بمنتهى الصراحه، الكلام ده قبل بطوله عربيه وقبل السوبر ليج لينا وقفه طويله جدا، يعني ساعتها ممكن نقف ونتكلم، واعتقد الفتره اللي جايه دي هتكون فتره يعني الاجابه على سؤال مين يستحق بجد انه يكمل مع الاهلي ومين شكرا. ده شيء وخصوصا انك رايح يعني مستوى تاني من المنافسه انت ما واجهتوش قبل كده غير يمكن في بطولات كاس العالم، سواء البطوله العربيه، وانا اقول البطوله العربيه كانت هتبقى اقوى من بطوله السوبر ليج، لكن حاليا طبعا لغايه لما يتحسم الموقف يعني، لكن حاليا انت في موقف صعب في البطوله الافريقيه وقدامك. وخلينا نروح بقى من هنا معاك لماتش الماتش القطن الكاميروني يوم السبت اللي جاي. بصراحه يعني متهيألي ان محدش في الجمهور ممكن يختلف عن ان احنا ما كناش قلقانين من الماتش ده، يعني القطن بالنسبه للمستويات اللي ظهر بيها في دوري ابطال ما هواش فريق يخوف. المباراه هنا على ارضك ووسط جمهورك، انت في جميع الاحوال الاهلي، لكن النهارده بعد المستوى بتاع امبارح لا، الناس النهارده بقت بتعمل حساب لماتش القطن الكاميروني. شايفين المباراه ازاي؟ مباراه صعبناها على نفسنا، تعالوا نعرف الناس على فرقه القطن الكاميروني، نشوف الصفقات اللي عملوها او ابرز الصفقات اللي قبل الموسم، موقفهم احصائياتهم، وبعد كده نتكلم على المواجهه. يعني ممكن مثلا نتكلم قبل، كنا عايزين ماشي نتكلم قبل طبعا، هو دي طبعا الصفقات اللي عملوها في بدايه الموسم، يمكن اغلبها فري ترانسفير، يعني احنا بنتكلم في اثنين لعيبه فري ترانسفير. واضح ان النادي كمان يعني ما عندوش القدرات الماليه. مصطفى ديجاوا ده سنتر فورورد كاميروني جاي من الدوري التونسي، انتقال حر و فري ترانسفير، ومشيد كاسالي برضه جاي انتقال حر. يعني يمكن زي ما قال فاروق، هم في الاغلب ان هم النادي امكانياته الماديه مش احسن حاجه، هو حتى باين من خلال مشاركاته عندهم كمان جايب لاعب من سوني داب من النايجر، سوني داب اللي كان لاعب معانا من سوني داب في النجمه التاسعه بالظبط، كنا قابلناه في الادوار التمهيديه. لا يعني هو الفريق طبعا انتداباته واضح ان هو ما عندهمش حد، حتى ايمانويل اجبوري ده النيجيري ده ما كانش بيلعب في الفريق اساسا، يعني كان جاي من بس فري ترانسفير بالظبط 38 سنه وزاوت كلاب، ما كانش عنده طبعا ما كانش عنده
السنه دي، وواضح ان طبعا معدل عمره طبعا لا انا بتكلم على اخر واحد يا فاروق المهاجم اللي هو مسعود كسالي ده عنده 34 سنه من نيجيريا ويز اوت كلاب، ما كانش بيلعب في نادي قبل كده. ما انا واضح طبعا هو كل نادي بيبقى ليه سياسه تعاقديه، طبعا واضح ان القطن الكاميروني هو ده الليفل اللي بيلعب عليه في الكاميرون، وواضح ان صعوده طبعا لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بيبقى لمجرد المشاركه، ممكن لتسويق لعيبه يقدر يبيع لاعب او اثنين من للانديه اللي معاها تقدر تشتري لاعبين. بنتكلم على فريق جاي رفع الرايه البيضاء، ولا فريق خد بالك انه انا يعني حسابيا الفريق ده لو كسب، يعني هو بيتقال لهم كده في اوضه اللبس بتاعتهم، انتوا لو كسبتوا الاهلي عندكم فرصه تكملوا في البطوله. لا هو انا في رايي هو مش جاي رفع الرايه البيضاء ولا حاجه، لانه هو ما كانش بيلعب على حاجه وخسرها علشان يرفع الرايه البيضاء. يعني القطن الكاميروني من البدايه، من بدايه دخوله لدور المجموعات، هو عارف انه بيقع في مجموعه طبعا بتضم كبار القاره، يعني الاهلي وصن داونز فريقين من اكبر فرق القاره طبعا على مستوى اللعب وعلى مستوى التاريخ، كمان معاهم السنه دي فريق يعني بلغه الكره رخم شويه وهو الهلال السوداني، فثلاث فرق كبار. فالقطن الكاميروني ما كانش عنده امل او عنده فرصه ان هو يصعد علشان يرفع الرايه البيضاء، لا القطن الكاميروني انا اعتقد ان دي سياسته في دور المجموعات، انه هيدخل كل مباراه بمباراتها. عايز ايه من مباراه النادي الاهلي؟ عايز يعمل زي ما حضرتك قلت كده عرض كبير جدا، يقدر من خلاله ان هو يعمل تاريخ للنادي، يسعد جمهوره بفوز مثلا او بتعادل، يرخم على النادي الاهلي، يقدر يطلع بتعادل مثلا في جنوب افريقيا او في السودان، يقدر يبقى هو ليه دور في حسابات المجموعه. يقدر يسوق لاعب او من اللعيبه من القطن، عشان كده متفق مع بلال في القرايه فاروق. هو واضح ان هم عايزين حاجه من المباراه، لان انا يعني شايف ان هم استعانوا بمحللين اداء مصريين لمباراه النادي الاهلي بس تحديدا، يعني هم استعانوا بمحللين اداء عشان عارفين ان هم ممكن يكونوا دارسين اكتر النادي الاهلي، فواضح ان هم عايزين حاجه من المباراه. لكن يعني اعتقد فرصه ذهبيه للنادي الاهلي في المجموعه ان هو يرجع تاني يتنفس ويبدا ياخد نقط. اعتقد مباراه القطن زي ما انت قلت كده في بدايه الكلام هي مباراه مصيريه، واعتقد لعيبه النادي الاهلي بعد يعني يمكن نقول شويه تعادل ضد الداخليه كان نقول الثمره بتاعته الوحيده ان هي هترجع اللعيبه تانية تقف رجليها على الارض وتحس انه لا احنا محتاجين نتكلم مع نفسنا، محتاجين نقدم اداء افضل. فبنتكلم ان النادي الاهلي مطالب باستفاقه في دوري ابطال افريقيا، ان احنا بنتكلم الدوري زي ما قلنا هو النادي الاهلي في النادي الاهلي في الدوري اعتقد ان هو يعني متواجد على الصداره ومش هيلاقي اعتقد يعني معاناه كبيره في بطوله الدوري، لكن طول الدوري ابطال افريقيا لابد من استفاقه ومستوى بعيدا عن النتيجه بقى، لابد من مستوى جيد يطمنك للمباريات اللي جايه ويخلي الهلال وصن داونز ما يطمعوش في النادي الاهلي، ويخلي الهلال وصن داونز يعملوا حساب للنادي الاهلي تاني ويرجع النادي الاهلي مرعب. لان شفنا مباراه الدوري اهم حاجه خسرها النادي الاهلي في مباراه الداخليه تحديدا هو الرعب، لعيبه الداخليه مش خايفه ان هي بتواجه النادي الاهلي تحديدا في الشوط الثاني. انا عايز بس اخد معلش من قبل ما نروح للنقطه دي لكلام رشيد احمد لاعب نادي الداخليه بالامس بعد سجل هدف التعادل، وكان هيسجل الهدف الثاني كمان والثالث، قال كلمه خطيره جدا ضايقتني انا شخصيا. كان رشيد يكيني يعني هو رشيد يكيني فعلا لا هو قال كلمه يعني ضايقتني انا بحاجه او زعلتني، ان هو قال ان هو اثناء متابعته للقاء من على دكه البدلاء كان شايف ان المكان دوت اللي هو احرز منه الهدف كان ثغره في النادي الاهلي، وان هو كان قايل بينه وبين نفسه ان انا لما هنزل هلعب في الحته دي وهقدر احرز هدف، وتمكن للاسف بمساعده مننا احنا ان هو يعمل اللي هو كان عايزه. فانا بشوف ان زي ما قال فاروق ان احنا هندخل مباراه القطن، احنا قلنا القطن عايز ايه من المباراه، ما قلناش النادي الاهلي عايز ايه من المباراه، النادي الاهلي عايز من المباراه ان هو يوجه رساله لصن داونز والهلال، انا بقى اللي ما رميتش الرايه البيضاء، اذا كان القطن احنا اعترفنا خلاص ان القطن ما عندوش حاجه، انما انا كنادي اهلي لا انا لسه عندي، ولو الامل ده 1% انا هلعب عليه، انا النادي الاهلي انا اروح صن داونز اكسب هناك، انا كنت مع في وقت من الاوقات انا كنت متقدم على صن داونز في مباراه الموسم الماضي وتعادلت. لا وازيدك من الشعر بيت، يعني انا امبارح كوبي بيست اول ما الجون دخل على طول كده اوتوماتيكي والله، ماتش فيوتشر راح داخل معايا في الذاكره، ماتش صن داونز راح داخل معايا في الذاكره، لانه سيناريو ان الاهلي يتقدم ويبقى كسبان المباراه ونستنى لاخر المباراه وخلاص فاضل فيها دقائق بسيطه جدا والفوز يروح مني، ده بيبقى قاسي جدا. ده ترجمه بقى، ده ترجمه تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي لما قال انا شعرت ان لاعبي النادي الاهلي ما عندهمش الرغبه في الفوز. النادي الاهلي بيلعب 11 قصاد الداخليه بيلعب 10 لاعبين منقص من لاعب،
والنادي الاهلي متصدر الترتيب والداخليه في المراكز الاخيره، وبشوف ان الاقي ان الداخليه هو اللي بيبحث عن التعادل وعن الفوز، في المقابل ان لعيبه النادي الاهلي بتهدر الفرص تباعا وضيعت 45 دقيقه زي ما حضرتك قلت في الاول. أيوة. ما استفدناش بيهم نهائي ودخلنا المباراه من الدقيقه 46 تقريبا. بص انا يعني طبعا عارف الراجل، طبعا راجل سويسري وكان شغال في المانيا واوروبا، بس انا بشوف انه تصريحات دي وجهه نظري، تصريحات مستر مارسيل كولر في اوقات كتير جدا جانبها توفيق، وفي بعض الحاجات اللي ممكن تبقى مطروحه على وسائل الاعلام مرتبطه بالمباراه باحداثها بالطريقه والتشكيل، لكن ما هو مرتبط بالعلاقه بين المدير الفني ولاعيبين لاعيبه النادي الاهلي، اوضه اللبس بالتحديد يقال فقط في اوضه اللبس، وده اللي كان عامل مشاكل بقى دي نروح للحته دي اللي فاروق بقى هو عارف ان ده من اكتر الحاجات اللي عملت مشاكل لجوزيه مورينيو في الانديه اللي تولى تدريبها، ان هو كان دايما تصريحاته عدائيه جدا ضد اللاعبين حتى لو هو كان التقصير من عندهم، وكان بسببها يعني ما بيكملش في الانديه. أي. بسبب موضوع ان هو بيخسر اوضه اللبس بيخسر اللاعبين بتصريحاته يعني. صحيح. فاروق تاخدنا التشكيل القطن اللي ظهر بيه قدام الهلال وطريقه لعبه. بيلعب ب 4 3 3 يعني المباراة يمكن المباراه دي، بس خليني اقول انه ناس يمكن كتير ما تابعتهاش، المباراه دي اتلعبت في الكاميرون على ملعب القطن الكاميروني، وكان القطن الكاميروني متقدم فيها بنتيجه 1-0، سبتها ونزلت عشان اجي السادسه لقيت حد بيبلغني انه الهلال كسبتني. لا وهدف كوبي بيست من هدف يعني الهلال احرز الهدف التعادل، كوبي بيست من هدف اللي احرزه في مرمى النادي الاهلي بالظبط. طيب. هو كان في ثغرات واضحه، واعتقد ان الجهاز الفني للنادي الاهلي لو درس تشكيل صن داونز ودرس ثغرات ونقاط ضعف صن داونز نقاط ضعف القطن فهي واضحه للجهاز الفني للنادي الاهلي، بيلعب 4 3 3 بتتغير الخطه ل 4 2 3 1. بعض الفرق الافريقيه بيبقى فيه عشوائيه كبيره في التمركز والادوار في صن داونز، يعني يمكن صن داونز النادي الوحيد اللي تلاقي لا في التزام وفي ادوار واضحه وتقدر تحدد الفرقه دي بتلعب بطريقه لعب، لكن القطن عنده مشاكل، والقطن كمان بيعيبه شيء مهم هو ضعف اللياقه البدنيه، يعني دي حاجه لاحظتها في مباراه صن داونز ولاحظتها في مباراه الهلال، في الشوط الثاني تحديدا بيبقى فيه هبوط شويه في اللياقه البدنيه للاعيبه القطن، وده غريب على اللعيبه الافريقيه. هم بيبداوا رتم عالي قوي بالزبط. في بدايه المباراه وبعدين يبدا بقى زي ما فاروق بيقول كده يتراجعوا بدنيا في الشوط، يعني هم بيبداوا فعلا المباراه بضغط، يمكن ما نقولش ان هو لان احنا عندنا احصائيه تسجيل الاهداف ما نقولش ان هم بيبداوا بشكل هجومي وفاروق بيقدروا يسجلوا، لكن هم بيبداوا بحركه دايما في كل اللعيبه بتبدا تضغط هي مؤشراتهم غريبه ما عدتش عليا قبل كده، يعني ما شفتش اول 40 دقيقه ما سجلوش ولا هدف لا بيسجلوا ولا بيستقبلوا كانهم يعني مجوش يعني هم يعني احصائيه غريبه جدا يعني بيلعبوا بتوازن كبير جدا في يعني هم ما عندهمش حاجه يلعبوا عليها، يعني هو لو ما كسبتش مش هخسر، فعشان كده هي اللي عامله الاحصائيه ديت. ولحد من الدقيقه 41 للدقيقه 50 اخر خمس دقائق واول خمس دقائق في الشوط الثاني 33% من الاهداف اللي سجلوها في الوقت ده. يعني هم مركزين في الوقت ده تحديدا يعني، وبعد كده بقى بنشوف ان هو خليني وانت بتتكلم كده برضو نعرف الناس اقول لك ارقامهم، هم لعبوا 11 ماتش في الدوري بتاعهم، خمسة فوز ستة تعادل هزيمتين، ارقامهم برضو في مسابقه الدوري اعتقد الخمسه فوز ده 1-0 بقى يعني 1-0 هم ليهم سجلوا 11 هدف وعليهم 9 اهداف. يعني برضو ما عندهمش فعاليه هجوميه، يعني عندهم معدل هدف في المباراه، معدل هدف كل مباراه واستقبال تقريبا بمعدل يعني 0.9 هدف يعني 9 اهداف في كل مباراه. ترتيبهم حاليا الثالث في المجموعه، الدوري الكاميروني بيتلعب على مجموعتين هم ترتيبهم الثالث في واحده من المجموعات. اكبر دليل على ضعف اللياقه البدنيه هو اغلب الاهداف اللي استقبلوها 25% اغلبها كلها بنسبه 25% في الشوط الثاني، فواضح ان هم يعني عندهم مشكله دايما في الشوط الثاني في غياب التركيز او بيفقدوا تركيزهم في الشوط الثاني من المباراه. طيب وعندهم يمكن الفيرود رقم 7 واسو دوت كان يعني هو ممكن ياخد عينك شويه كده من خلال متابعتي لمباراه الهلال ومباراه صن داونز، لاعب كويس لاعب جيد بيلعب على المرمى، هو قال ان هو مباراه النادي الاهلي بالنسبه لهم تحدي وان هم مش جايين عشان خاطر يبقى يعني متاكدين ان هم يخسروا، لا هم جايين عشان يعملوا حاجه ويسيبوا بصمه كويسه في مباراتهم امام النادي الاهلي. واسو رقم 7 مهاجم صن داون مهاجم القطن الكاميروني. القطن الكاميروني. طيب عايز اتكلم معاكم في سيناريو الماتش، رايتكم ليه ايه؟ هل تتوقع انه القطن جاي يلعب جيم متحفظ هنا، جيم مقفول هيتكتل زي ما الداخليه كانت متكتله طول المباراه امبارح، على وعسى يخطف نقطه التعادل، ولا متوقع ان هو
يلعب جيم مفتوح قدام النادي الاهلي زي ما سان داونز مثلا جه، او زي ما الهلال لعب مع الاهلي في ام درمان. خلينا نتكلم على سيناريو الماتش، طريقه الاهلي، التشكيل الانسب في ظل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها سكواد الاهلي في الفتره الحاليه. خلينا نتكلم في ده مع بلال وفاروق مع في السادسه بس بعد الفاصل. بصرف النظر عن طبعا المردود المادي، وان كان واحد من اهم عوامل النجاح النهارده اللي بتعتمد عليه الانديه في اوروبا، لكن يبقى المردود داخل الملعب، ويمكن الاهلي اكثر الانديه اللي تضررت من عدم التواجد الجماهيري في مبارياتها، والجيل ده تحديدا اتظلم الحقيقه، لانه ما حسش يعني ايه جمهور او استاد يبقى فيه 100,000 ممكن يحركوا الحجر، صح ولا ايه؟ بالظبط طبعا، يعني الجمهور دايما يعني لسه بتتكلم على ماتش كنا لسه بنتكلم في الفاصل عن مباراه فيوتشر والجيش الملكي، يعني وكنت بتكلم مع احد لاعبي فيوتشر قبل الحلقه بيقول لي انا مش مصدق ان انا موجود في المغرب في الاجواء دي، انا مش متعود عليها. بيقول لي انا رايح، احنا رايحين بنلعب، احنا دايما هنا في مصر طبعا اجواء الملاعب كلها معظمها فاضيه من غير بدون جمهور. قال لي رحنا فوجئنا ان الاستاد على اخره طبعا جمهور بيهتف طول ال 90 دقيقه، الملعب بشكل ثاني. فالجمهور لا، الجمهور عامل رئيسي. هي الصوره بتاعت المغرب يا فاروق حتى في كاس العالم الحقيقه ناس مشرف طبعا، خدت خطوات عملاقه في المغرب. يعني في المغرب يا يمكن انا ليا احتكاك بلعيبه المغرب وصحفيين كتير من المغرب. في المغرب لعيب الكوره مش نجم، لعيب الكوره ما تلاقوش بيعمل اشهار او اعلان، او هو مش فارق مع يعني جماهير اللي بتحضر رغم تعصبها ورغم التشجيع اللي بتشوفه ده، لكن هي بعد المباراه هي ما بتبصش لعيب الكوره. عشان كده تلاقي الرواتب وتلاقي الصرف على اللاعب المغربي او اللعيبه في شمال افريقيا بياخدوا رواتب تقريبا يعني اقل من ثلث الرواتب بالظبط. فهناك مش النجم لعيب الكوره، لكن طيب الجماهير هي النجم. هختصر مواجهه الاهلي والقطن في سؤال واحد وهسمع راي بلال وراي فاروق فيه. على الاهلي ويجب على الاهلي ان يقوم بكذا لتخطي مواجهه القطن، لانه انت بعد القطن رايح للمواجهه الاصعب طبعا مع سان داونز. يجب على النادي الاهلي انه يدخل مباراه القطن وفي نيته حاجه واحده بس، الهدف، هدف واحد فقط وهو الفوز، الفوز والفوز بعدد كبير من الاهداف. لا ده اكيد يا بلال. والعوده يعني هو لا ما هو احنا بصراحه احنا بعد ما هو احنا بعد تصريحات كولر امبارح لما يقول شعرت ان اللعيبه ما عندهاش الرغبه في الفوز، فاحنا لازم بقى نبدا من اول وجديد. نبدا بقى نحفظ ونقول ان لازم مباراه القطن الكاميرون ندخلها بهدف واحد وهدف رئيسي وهو الفوز، والفوز بعدد كبير من الاهداف، وتوجيه رساله لسان داونز وللهلال السوداني ان النادي الاهلي متمسك بكامل حظوظه في المنافسة على مقعد المؤهل طبعا من دور المجموعات. وعايزين نقول بس في ختام الحديث عن النادي الاهلي، عايزين نقول الكلمة لكل لاعب في النادي الاهلي ان اللعب في النادي الاهلي نعمة، ونعمة كبيرة جدا مش هتعرف قيمتها غير لما تمشي من النادي الاهلي. لا هو مش بس كده، هو الفرصة انك انت تشارك في سكواد النادي الاهلي وتلعب اساسي في سكواد النادي الاهلي ده شرف عظيم جدا. في ناس كانت بتقعد عمرها كله على الدكة في انتظار بس انها تاخد فرصة المشاركة كاساسي، فبالتالي نتمنى ان الفرصه ترجع غاليه مره ثانيه، وانه اللي يجي له فرصه ما يفرطش فيها بسهوله لانها قد لا تتكرر. فاروق بالظبط، يعني بعد المباراه اتمنى كل جماهير النادي الاهلي تخرج تقول فعلا لعيبه النادي الاهلي صالحونا، وفعلا لعيبه النادي الاهلي كانوا النهارده ضد القطن او في وقت مباراه القطن كانوا عايزين يكسبوا واظهروا ده من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 90 بيتحركوا من غير كره زي ما احنا اتكلمنا. لعب النادي الاهلي نفس ال 45 دقيقه ضد اسوان تتكرر تاني، كان كل الفريق متناغم تجانس تحرك بدون كوره، كانت رغبه شديده في الفوز بعد كاس العالم للانديه. فاعتقد ان لازم الروح دي ترجع تاني، ومستر كولر بعد مباراه الداخليه اعتقد استشف ده اتكلم مع اللعيبه في اهميه مباراه القطن اللي جايه. طيب هقف معاكم شويه مع قصه خروج منتخبنا، والهدف مش ان انا يعني احمل حد الفاتوره او ان انا اوجه الهجوم والنقد، لانه غالبا لا الهجوم ولا النقد بيغير من المسار شيء، لكن هنا يهمني فكره تطور المستوى. احنا كنا لسه من شويه بنتكلم على محمد صلاح مثلا. محمد صلاح خرج بدري وقدر ان هو ياخد تجارب مبكره جدا ساعدته في انه يطور من مستواه. واعتقد كلنا نتفق انه صلاح لو كان استمر هنا في مصر يعني ما اعتقدش انه كان وصل للنجاح او للمستوى اللي وصل له محمد صلاح النهارده. تعالوا نشوف قصه منتخب الشباب من منظور القدره على التطور، مش منظور مين هيحاسب على الفاتوره. وهنا الفاتوره اكبر من ان حد يحاسب عليها الحقيقه، يعني هي الفاتوره لازم حد يحاسب عليها. لا هي كبيره قوي يعني. يعني لازم حد يحاسب عليها ولازم ناس تطلع تقول لنا اللي حصل ده حصل ليه. ده جيل ومين كامل يتحمل المسؤوليه. ده جيل كامل للاسف خسر فرص كبيره جدا كانت هتتاح للاعبين
زي ما حضرتك لسه بتقول كده ان هم يقدروا يسافروا بره، كانت هتتاح ليهم الفرص دي من خلال مشاركتهم في الاولمبياد مثلا، في خلال مشاركتهم في بطوله كاس العالم. كل الفرص دي الجيل ده اتحرم منها، مع العلم ان الجيل ده بيضم عناصر مميزه جدا على على المستوى الفردي، ولكن جماعيا وده خلينا نقول مين هيحاسب على الفاتوره اكتر. يعني بالزبط. اذا كان الجيل ده عديم الموهبه او عديم الامكانيات او مستحيل انه ياخد فرصه، يمكن ما كنتش تزعل قوي، لكن بالزبط. اذا كان في مواهب واذا كان في ناس كان ممكن الحقيقه تاخد فرصه وتتطور وتفيد الكوره في مصر بعد كده والمنتخبات المصريه، ده خلينا نقول مين هيحاسب على الفاتوره اكتر. فكره كمان انه مش بس كده، يعني اضيف على كلام بلال يا فاروق، انه حتى الدوري المصري احنا ما بنشوفش في السن ده او في الفئه العمريه دي لعيبه بتشارك او بتتوهج او بتاخد فرصه على انها تكون عندها قدره على تطوير مستواها، وده يعني بالتاكيد علامه استفهام بالنسبه للمستقبل في الكوره في مصر. الموضوع مش قايمه بس اللي موجوده في منتخب مصر، لا هو في مشكله كبيره في منظومه الناشئين وقطاعات الناشئين والبراعم في مصر، يعني من بقى مدربين للاختيار للعين اللي بتقع على اللعيبه. يمكن بعد تجربه محمد صلاح كان في اكتر من كشاف من دوريات اوروبا متابعين البطوله وبيتابعوا منتخب مصر تحديدا، لان هم بقى في حاجه اسمها بره ادور على صلاح جديد، ادور على محمد صلاح جديد. يعني كلمت مع مع مع, مع كشاف منهم وتفاجئ جدا بالمستوى، قال لي هي دي بقى، يعني هل دول نفس الكواليتي اللي طالع محمد صلاح؟ قلت له واللعيبه دي اللي انت شفتها واعتقدت ان ما عندهاش كوره او 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 اديت تقارير سلبيه بخصوصها، اللعيبه دي كويسه وعندها الموهبه وعندها بس هم موجودين للاسف في منظومه غلط، المنظومه ما بتنجحش المواهب وما بتنميش الموهبه، دايما موجود في عقليه تنافسيه في سن هو مش مطالب منه التنافس، يعني مش مطلوب منه ان هو يحقق حاجه، مطلوب منه ان هو يتعلم كوره. دلوقتي لما يتصعد فريق اول تطلب منه ان هو ينافس وياخد بطولات. انا هسالك السؤال من وجهه نظر ان انا في موقع المسؤوليه. حضرتك عايز تفهمني ان الكاميرون ونيجيريا والسنغال والكاميرون عندهم منظومه محترفه ومكتمله الاركان وناجحه للدرجه ان يبقى عندهم العدد ده من المحترفين؟ تعال نشوف كده ارقام المحترفين من الدول دي، وتعال نشوف انجازاتهم على مستوى الانديه ايه او على مستوى قوه الدوريات بتاعتهم ايه. دي الدول الخمسه الاكثر امتلاكا للاعبين محترفين في عام 22. تمام، يعني طبعا بتاتي في على راس طبعا الجدول كالعادة نيجيريا طبعا بالظبط بتمتلك 394 محترف 66 يعني دوله في 66 دوله يعني عدد المحترفين كبير، وعدد الدول كمان اللي متوزع عليها المحترفين عدد كبير جدا. يجي في المركز الثاني غانا طبعا بتمتلك 311 لاعب محترف متوزعين على 63 دوله. كوتيفوار في المركز الثالث ب 213 محترف بيلعبوا في 55 دوله، وبعد كده السنغال عندها يعني رقم قريب من كوتيفوار ب 211 محترف في 53 دوله، وفي المركز الخامس الكاميرون بتمتلك 149 محترف بيلعبوا في 51 دوله. دول بقى المنظومه اللي يعني ما بتخرش الميه، دول البيئه اللي تقدر لا هي الناس دي خرجت بدري، يعني العدد دوت لو احنا بنتكلم عن بطوله افريقيا للشباب فاللعيبه دي عشان توصل منتخباتها هي راحت اوروبا الاول وبعدين اتطورت هناك، يعني اتعلمت عندهم ان هم بيروحوا اوروبا يرجعوا المنتخب. احنا لسه كنا متفقين على موضوع صلاح، نقطه صلاح ان صلاح خرج بدري. صلاح لو كان اتاخر سنه او سنتين كمان، لو كان انتقل لاي نادي من الانديه اللي بتلعب في اطار تنافسي زي ما قال فاروق وبتنافس على بطولات، كان وقتها ما كانش هيتم السماح ليه صلاح ان هو يخرج، وكان هيبقى النادي ده عنده الحق ان هو يتمسك بلاعب طبعا كبير زي صلاح. ولكن صلاح الموضوع خدمه في ايه؟ انه بيلعب في نادي زي نادي المقاولين، ما مش مطلوب منه طبعا بطولات، ما عندوش قاعده جماهيريه كبيره تقدر تغضب لو اداره النادي فرطت في لاعب زي صلاح. فصلاح خرج بدري وقدر يتمسك بالفرصه واتطور، والعقليه طبعا ساعدته جامد جدا. فاحنا الفرق بيننا وبين الدول زي السنغال والكاميرون ونيجيريا والدول الاحصائيات اللي احنا استعرضناها ان الدول دي بتسيب اللعيب بدري، بيخرج من هو عنده 12 و13 و14 سنه لدرجه ان هو ممكن ما يتقنش اللغه بتاعت بلده اصلا. سؤالي هنا بلال ويا فاروق، 12 و13 سنه ده بيخرج ازاي؟ انت لسه بتقول لي هنا اللعيبه بتاعتنا خسرت فرصه كبيره جدا انها تلعب في كاس عالم او اولمبياد عشان تتشاف، فبالتالي حد يفكر يقول لك والله انا محتاج اللعيب ده اخده معايا بره. تمام، انا قبل هنا اللعيبه دي طلعت بره، وبعد كده بعد ما تالقت وتدربت وتصنفرت وتلمعت وتوضبت رجعت على منتخبات بلدها. أنا قبل بس ما يقول فاروق، لو تقدر تحكي لنا قصة روديجر لاعب ريال مدريد. طبعا هو كان خارج من قصته شهيرة جدا جدا جدا، ان هو كان من احد القرى الفقيرة جدا في افريقيا،
وكان بعد بقى ما وصل واختار تمثيل المنتخب تقريبا من سيراليون. القصه بتاعته ملهمه جدا، ان هو كان بيقول لك انا في قريه لو لا اقول انت القصه انا يعني عندي موضوع تاني برضه هتكلم فيه مهم جدا. تمام، يعني قصه روديجر لاعب ريال مدريد ولاعب منتخب المانيا، ان هو كان من دوله افريقيه فقيره جدا، وكان بيقول ان هو لما كان بيمشي هو ووالده كانت الناس بتبقى في الاسواق بتبيع، مش لاقي حاجه للطعام ولا حتى ابسط الحاجات اليوميه الاحتياجات اليوميه، فهو اضطر والده ان هو ياخده ويسافر بيه لاوروبا. هو دي النقطه، ده الفرق، ان هم هناك مفيش حاجه تجذبهم او تشدهم ان هو يقعد ويستنى في البلاد الافريقيه ديت، فبيخرج مضطر لظروف المعيشه ان هو يخرج. كل اسره هناك بتتمنى ان الناشئ اللي مسافر المانيا، هم طبعا قلبهم بيتقطع عليه وهو مسافر، لا بيتحرموا من ابنهم، ولكن هو رايح هناك عشان يعمل مستقبل يرجع من خلاله يفيد. على فكره بالمناسبه معظم اللعيبه الافارقه عندهم يعني بيبقى عندهم اصل وارتباط كبير جدا، وقت ما ربنا بيكرمهم ويتالقوا بيرجعوا الكره دي وبيعم الخير على اهله وعلى بلدته وعلى قريته وعلى دولته. يمكن زي ما انت قلت بالظبط، المستحيل تكون الدول الافريقيه دي عندهم منظومه واحنا ما عندناش. الناس دي عملت ايه؟ ادت العيش لخبازه ببساطه. انا مش هقدر اطور لاعب ناشئ، هعمل ايه؟ ولا الاكاديميات يا فاروق؟ بالظبط، الاكاديميات بتعمل ايه؟ بروح اعمل اتفاقيه مع نادي في فرنسا، اغلب الدول الافريقيه في الدوري الفرنسي، بعمل اتفاقيه مع نادي فرنسي، نادي فرنسي ده يعني بيعتبر النادي منجب ذهب، انا هروح اخد اللاعب والموهبه، بس مقابل ده انا اروح اطور اللعيبه اللي عندهم، هبعت مدربين فرنسيين يبقوا متواجدين مع اللعيبه دي، يعلموا المدربين المحليين ازاي يطوروا الناشئ ويشتغلوا مع الناشئ بشكل كويس، بحيث ان اللاعب اللي هيتاخد زي مثلا جنراسيون فوت في السنغال، في اتنين لعيبه راحوا نيم قبل البطوله، قبل حتى البطوله، قبل ما يشوفهم، لان هم نيم موجود معاهم في السنغال وموجود معاهم في مراحل الناشئين وعارف امكانياتهم، وتم توصيه بلاعب واتنين. مؤخرا المغرب استفادت من التجربه دي، جابوا لاعب انا مش متذكر اسمه، لاعب مغربي فرنسي كان موجود في فرنسا طول حياته، جه وقعد وقالوا له احنا محتاجين نطلع جيل جديد للكره المغربيه، محتاجين نطور المواهب، نبحث عن المواهب المغربيه في داخل المغرب. عمل ايه؟ بدأ فتح أكاديمية محمد السادس، اجتمع بمدربين محليين اختارهم هو بعناية ودربهم ازاي اكتشاف الموهبة، ازاي الشغل مع المواهب، ازاي ان انت تشوف اللاعب ده موهبة فذة وتقدر ان هو تفيدك في المستقبل، وازاي ان انت خلال 3-4 سنين تأهله لان هو يبقى منتخب الاول. وشفناه في بطولة كاس العالم الاخيرة وناحي ولعيبة كتير جدا طلعت من أكاديمية محمد السادس وتم تطويرها عشان اوصل ل 12 أكاديمية دلوقتي. دي تجربتين او مثالين على اللي انتوا بتقوله، عشان اوصل للكونكلوجن، الدايلما فين او علامة الاستفهام الكبيرة فين؟ انه مفترض ان كل الاطراف تبقى بتحقق مكاسب من وجود اعداد كبيره من المحترفين، الانديه هتبقى مصدر تمويل كبير جدا ليهم، المنتخبات هيعود عليها لما يبقى عندي يعني زي نيجيريا النهارده بتتكلم على 311 محترف، لما اجي ابص على شكل المنتخب النيجيري كمان سنتين ثلاثه من غير ما اتعب ومن غير ما ابذل مجهود، عندي قائمه على كافضل ما يكون اخش بيها اي بطوله، اختار منهم افضل 30 لاعب اتمرنوا واتغذوا واحتكوا بمدارس تدريبيه وخدوا منافسات على اعلى مستوى، الانديه مستفيده، المنتخبات مستفيده، اللاعب نفسه بالتاكيد مستفيد. ايه اللي بيمنع؟ ايه العقبه واقفه فين؟ العقبه زي ما قلت لحضرتك ان العقبه ان هنا يعني الموضوع هنا مختلف شويه، ان كل نادي بيتمسك بلاعبته، بيبقى كل نادي عاقد امال على اللاعب ده حتى لو هو صغير. يمكن احنا التجارب كتير والاسماء كتير لو قعدنا نتكلم فيها، ولكن هي اتاحه الفرصه ده العقبه، اتاحه الفرصه قدام الناشئ. يعني يمكن النادي الاهلي عمل حاجه محترمه جدا خلال الاسبوع الماضي، واتاح لعمر سيد معوض لاعب النادي الاهلي الموهوب انه يقدر يعمل في فتره معايشه في احد الانديه الكبيره في البرتغال. نتمنى ان شاء الله انه اللاعب يوفق ويتم، هي دي بقى دي تبقى هي دي البدايه. النادي الاهلي كمان كان عمل خطوة قبلها، انه لما ابرم اتفاقية مع احد الاندية في التشيك وارسل محمد مغربي لو نفتكر وميدو حسام وعدد ومجموعة من اللاعبين للاندية التشيكية ان هم يحتكوا في اوروبا ويتطوروا، دي خطوة، دي مش كل حاجة ولكن دي خطوة على الطريق. فاروق انا حاجتين بس اتكلم فيهم، اول سريعاً حاجة عقلية اللاعب. انا ما يعني لو جالي عرض في الدوري البلجيكي في الدوري البلجيكي او الدوري الهولندي او ما اقولش ان انا هروح العب في النادي الاهلي ومستقبلا بعد سنتين ثلاثه هاخد كام مليون وهبقى نجم في بلدي، ليه اروح الدوري البلجيكي؟ في لعيبه بتفكر كده، في لعيبه حتى بعد تجربه محمد صلاح بتفكر ان هي ما تروحش تحترف، وانا لا، انا هنا نجوميتي في مصر افضل بكتير من الاحتراف، فدي محتاجه تغير. النقطه الثانيه، زي ما استعنا ما قدرناش نقود المنظومه التحكيميه في مصر ولجأنا لشخص عنده افكار وعنده فلسفه
شفافة ويقدر ان هو يطور الحكام واستعنا بيه، لازم نعمل كده في قطاعات الناشئين والبراعم، نجيب تجارب ناجحة وتجارب يعني اثبتت نجاحها وما اكثرهم ونستفيد بيهم في قطاع الناشئين والبراعم عندنا في مصر. طب ما نجيب اتحاد كرة اجنبي وخلاص. يا ريت. هو ده اللي ناقص يعني. يا ريت. نورتوا الدنيا واشكركم. شكرا. سريعا جدا، البارسا ولا الريال؟ انت طبعا بكره. لا ده احنا بينا تليفون بقى بعد بكره ان شاء الله. احنا على فكره احنا هنقطعكم بكره. لا احنا الاثنين عاملين ماتشنج النهارده بيبي بلو، فيعني هتخلص تعادل شكلها. نورتوا الدنيا واشكركم. شكرا جزيلا فاروق، عصام وبلال محسن المتالقين، دايما بسعد بوجودكم معانا، نورتونا وشرفتونا. وباذن الله باذن الله ان شاء الله مباراه القطن خلاص، خلصنا فبراير دخلنا في مارس بقى ان شاء الله. مارس يبقى وش حلو علينا، بس الوش الحلو مش كفايه، بجد بجد محتاجين شغل. جمهور الاهلي يستاهل اكتر من كده واحسن من كده بكتير. وباذن الله ان شاء الله مباراه السبت تكون بتاعتنا، وبعد السبت ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه ونتقابل على كل خير.